بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام مسلم في صحيحه: حدثنا شيبان في باب الخوارج شر الخلق والخليقة. قال الإمام مسلم في صحيحه: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان ابن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن بعدي من أمتي أو سيكون بعدي من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه، هم شر الخلق والخليقة. فقال ابن الصامت: فلقيت رافع بن عمرو الغفاري أخا الحكم الغفاري، قلت: ما حديث سمعته من أبي ذر كذا وكذا؟ فذكرت له هذا الحديث فقال: وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعنه به قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن يسير ابن عمرو قال: سألت سهل بن حنيف قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الخوارج، فقال: سمعته وأشار بيده نحو المشرق، قوم يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يعدو تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وعن به قال: وحدثناه أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني بهذا الإسناد، وقال: يخرج منه أقوام. وعن به قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق جميعا عن يزيد قال: قال أبو بكر: حدثنا يزيد بن هارون عن العوام ابن حوشب قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن أسير بن عمرو عن سهل بن حنيف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يأتيه قوم قبل المشرق محلقة رؤوسهم، يتيه قوم قبل المشرق محلقة رؤوسهم. والله طيب. وعنه به قال: باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم. وعنه به قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد وهو ابن زياد سمع أبا هريرة يقول: أخذ الحسن ابن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كخن ارمي بها، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ وعنه به قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن وكيع عن شعبة بهذا الإسناد، وقال: أن لا تحل لنا الصدقة. وعنه به قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن شعبة في هذا الإسناد كما قال ابن معاذ: أن لا نأكل الصدقة. وعنه به قال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي ثم أرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون
صدقة فألقيها. وعنه به قال: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والله إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي أو في بيتي فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة أو من الصدقة فألقيها. وعنه به قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن منصور عن طلحة ابن مصرف عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجد تمرة فقال: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن زائدة عن منصور عن طلحة بن مصرف قال حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بتمرة بالطريق فقال: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها. وعنه به قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجد تمرة فقال: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها. قال الإمام مسلم في صحيحه بتبويب الإمام النووي: باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة. وعنه به قال حدثنا عبد الله بن محمد ابن أسماء الطبعي قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن عبد الله بن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب حدثه أن عبد المطلب ابن ربيعة بن الحارث حدثه قال: اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب فقال: والله لو بعثنا هذين الغلامين قال لي وللفضل ابن عباس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكلماه فأمرهما على هذه الصدقات فأديا ما يؤدي الناس وأصاب مما يصيب الناس. قال: فبينما هما في ذلك جاء علي بن أبي طالب فوقف عليهما فذكر له ذلك، فقال علي بن أبي طالب: لا تفعلا، فوالله ما هو بفاعل. فانتحاه ربيعة بن الحارث فقال: والله ما تصنع هذا إلا نفاسة منك علينا، فوالله لقد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما نفسناه عليك. قال علي: أرسلوهما. فانطلق واضطجع علي. قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر سبقناه إلى الحجرة فقمنا عندها حتى جاء، فأخذ بآذاننا ثم قال: أخرج ما تصرران. ثم دخل ودخلنا عليه وهو يومئذ عند زينب بنت جحش. قال: فتواكلنا الكلام. ثم تكلم أحدنا فقال: يا رسول الله، أنت أبر الناس وأوصل الناس وقد بلغنا النكاح، فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدي إليك كما يؤدي الناس ونصيب كما يصيبون. قال: فسكت طويلا حتى أردنا أن نكلمه. قال: وجعلت زينب تلمع علينا من وراء الحجاب
ألا تكلماه؟ قال ثم قال إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، أدعو لي محمية أو محمية، أدعو لي محمية. وكان على الخمس ونوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب. قال فجاءه فقال لمحمية: أنكح هذا الغلام ابنتك للفضل بن عباس. فأنكحه وقال لنوفل بن الحارث: أنكح هذا الغلام ابنتك لي. فأنكحني وقال لمحمية: أصدق عنها من الخمس كذا وكذا. قال الزهري ولم يسمه لي. وعنه به قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب أخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي أن عبد المطلب ابن ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب أخبره أن أباه ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب والعباس ابن عبد المطلب قال لعبد المطلب قال لعبد المطلب ابن ربيعة وللفضل بن عباس: ائت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وساق الحديث بنحو حديث مالك وقال فيه: فألقى علي رداءه ثم اضطجع عليه وقال: أنا أبو حسن القرم، والله لا أريم مكاني حتى يرجع إليكما ابناكما بحور بحور ما بعثتما به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال فيها في وقال في الحديث: ثم قال لنا إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وقال أيضا: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ادعوا لي محمية ابن جزء، وهو رجل من بني أسد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استعمله على الأخماس. قال الإمام مسلم في صحيحه بتبويب الإمام النووي: باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولبني هاشم وبني المطلب وإن كان المهدي ملكها بطريق الصدقة، وبيان أن الصدقة إذا قبضها المتصدق عليه زال عنها وصف الصدقة، وحلت لكل أحد ممن كانت الصدقة محرمة عليه. وعنه به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن ابن شهاب أن عبيدة ابن السباق قال إن جويرية زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها فقال: هل من طعام؟ قالت: لا والله يا رسول الله، ما عندنا طعام إلا عظم من شاة أعطيته مولاتي من الصدقة. فقال: قربيه. فقد بلغت محلها صلى الله عليه وآله وسلم. وعنه به قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. وعنه به قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع حا وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن قتادة عن أنس حا. وعنه به قال وحدثنا عبيد الله ابن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة سمع أنس بن مالك قال:
أهدت بريرة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحما تصدق به عليها، فقال هو لها صدقة ولنا هدية. وعنه به قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة ها وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وأوتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلحم بقر فقيل هذا ما تصدق به على بريرة، فقال هو لها صدقة ولنا هدية. وعنه به قال حدثنا زهير بن حرب وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانت في بريرة ثلاث قضيات كان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال هو عليها صدقة ولكم هدية فكلوه. وعنه به قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة حال. وعنه به قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل ذلك. وعنه به قال وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن ربيعة عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل ذلك، غير أنه قال وهو لنا منها هدية. وعنه به قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد عن حفصة عن أم عطية قالت بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشاة من الصدقة فبعثت إلى عائشة منها بشيء، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى عائشة قال هل عندكم شيء؟ قالت لا، إلا أن نسيبة بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها، قال إنها قد بلغت محلها، بل محلها، وفي السابق أظن ذلك محلها مش محلها، قد بلغت محلها بكسر الحاء، بل قد بلغت محلها هنا، وفي الحديث الذي قبل ذلك قد بلغت محلها. والله تعالى أعلى وأعلم. وقفنا عند باب قبول الهدية. قال الإمام النووي في تبويبه لصحيح مسلم باب قبول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الهدية ورده الصدقة. قال الإمام مسلم وعنه به قال حدثنا عبد الرحمن ابن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد وهو ابن زياد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بطعام سأل عنه، فإن قيل هدية أكل منها، وإن قيل صدقة لم يأكل منها. قال باب الدعاء لمن أتى بصدقته. وعنه به قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم قال يحيى أخبرنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله ابن أبي أوفى حاء وحدثنا عبيد الله ابن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي عن شعبة عن عمرو وهو ابن مرة
قال حدثنا عبد الله ابن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صلي عليهم فأتاه أبو أوفى بصدقته فقال اللهم صلي على آل أبي أوفى. وعنه به قال وحدثناه ابن نمير قال حدثنا عبد الله ابن إدريس عن شعبة بهذا الإسناد غير أنه قال صلي عليه. قال باب إرضاء الساعي ما لم يطلب حراما. وعنه به قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال أخبرنا هشيم حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث وأبو خالد الأحمر حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب وابن أبي عدي وعبد الأعلى كلهم عن داود حاء وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا داود قال أخبرنا داود عن الشعبي عن جرير ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاكم المصدق فليصدر عنكم وهو عنكم راض. كتاب الصيام باب فضل عشر قال باب فضل شهر رمضان. وعنه به قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وعنه به قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن أبي أنس عن ابن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وعنه به قال وحدثني محمد بن حاتم والحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب عن ابن شهاب قال حدثني نافع ابن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل رمضان بمثله. والله تعالى أعلى وأعلم. نسأل الله التوفيق والقبول وأن يكتب لنا السداد والرشاد وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يفتح علينا فتوح العارفين إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل. بارك الله فيكم.